إذا مرحبا بكل المتابعين ومتابعات قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر، كما تتابعون معنا في هذه اللحظات يعني تم تأجيل محاكمة محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في جوج ملفات معروضة هنا على أمام محكمة الاستئناف بمدينة مراكش. يعني الملف الأول اللي متابع فيه محمد المديمي في إطار الابتزاز، والثاني يعني بخصوص تقرير ديال المركز الوطني لحقوق الإنسان. العموم الملف يعني الملفين تم تأجيلهما إلى الأسبوع المقبل، يعني الأول يوم 12/7 والآخر يعني نهار 19/7، باش أنه تعطى الفرصة لهيئة القضاء أنه تداول يعني الملف ديال محمد المديمي بشكل يعني كافي، خصوصا أنه منذ الساعات الأولى يعني منذ صباح اليوم يعني منذ الساعة 10 صباحا يعني انطلقت الجلسة حوالي الساعة 11 صباحا إلى حدود هذه الساعات يعني 7 زوالا، يعني كانت واحد يعني المرافعات ماراثونية ما بين هيئة الدفاع ديال يعني محمد المديمي المتكونة من الأستاذ زهراش وحجي والهيني والسنوسي، وكذلك الهيئة يعني المطالبة بالحق المدني ومشكلة من مجموعة ديال المحامين كما هو معلوم متتبعين. على العموم يعني تابعنا معكم أطوار، يعني كانت استراحة حوالي تقريبا الساعة الثالثة باش أنه الهيئة الحكم يعني تشوف الدفعات الشكلية ديال المحامين بطبيعة الحال، وتشوف يعني في يعني كل هيئة الدفاع والدفعات الشكلية ديالها. يعني كانت واحد المرافعات اللي حضرت قناة شوف تي في يعني عن كتب، ويعني وكانت يعني كان محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان اللي كان تجاوب مع الأسئلة ديال يعني ديال لهيئة الدفاع المطالبة بالحق المدني، ولا هيئة الدفاع ديالو اللي كانوا تيطرحوا عليه أسئلة، وكان قاضي الجلسة أنه تطالبوا بأنه باش أنه يعني يجاوب على هذه الأسئلة، واللي بطبيعة الحال هذه تبنى على بطبيعة الحال الحكم. على العموم يعني الملف الأول اللي كانت حكمت غرفة الجنحية التلبسية على محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ب سنتين ويعني وشهرين، بالإضافة يعني الملف الثاني اللي تدرج الملف ديال التقرير السنوي للمركز لحقوق الإنسان اللي كانت قضت المحكمة الابتدائية بالغرفة الجنحية التلبسية ب يعني 4 سنوات سجنا نافذا. الحكم اللي كنا نقلناه من خلال المباشر بطبيعه الحال، واللي انتظرناه لساعات وساعات متاخره من الليل، واللي كان قضت يعني المحكمه الابتدائيه يعني بالسجن في حق محمد يعني المديمي 4 سنوات. واليوم احنا امام المحكمه الان باش انه نشوفوا يعني اخر مستجدات. يعني تم تاجيل كلا الملفين، يعني الملفين المتابع فيهم محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان، في انتظار يعني انه باش نشدوا تصريح بخصوص يعني التاجيل الاول. يعني كلا الملفين تم تاجيل ديال البت فيهم يعني الحكم في هذ الملفين، يعني الاول يوم 12/7 والثاني يوم 19/7، يعني ما كاينش واحد الفارق زمني كبير. وحنا نشوفوا بطبيعه الحال يعني لهيئه الدفاع يعني الدفعات الشكليه ديالها والقوه ديالها باش انه ندافع على محمد المديمي، خصوصا انهم دائما كانوا يطالبوا بالبراءه، انهم دائما كانوا انهم مؤمنين بانه محمد المديمي يعني بريء بكل التهم اللي ملفق عليه، وانه في كل الاسئله وفي كل يعني الاسئله موجهه لمحمد المديمي يعني كانت في اطار انه باش انه التاكيد على ان محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان هو يعني ابن المغرب، وانه يعني يعشق المغرب، وانه يحب المغرب يعني يحب وطنه، وانه ما حدث كما تيقولوا ما حدث وما يقع ربما انه كان غلط او ربما انه كان بفعل فاعل امور ما عرفناهاش. يعني نخلو الدفاع هيئه الدفاع انه هي اللي تاكد
من خلال هذا المباشر طبيعة الحال آخر مستجدات الملف ديال محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان. يعني يوم طويل يعني بدا من يعني من الساعة الأولى من صباح اليوم إلى حدود هذه الساعة هذه، يعني والملف يعني خضع الحق ديالو بخصوص يعني التداول الملف هذا، في انتظار انه باش ناخذ واحد التصريح من محمد بطبيعه الحال الاستاذ يعني زهراش وكذلك الهيني اللي هذه اكدوا لنا اخر مستجدات هذه الجلسه ديال محمد المديني رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان. يعني تنتظروا اللحظه البلاد ديالنا كتعرف فيها واحد القفزه نوعيه في مجال حقوق الانسان، في مجال اقرار دول القانون ملفاتين تسيء للوطن وتسيء للقضاء وتسيء لنشطاء حقوق الإنسان وتسيء لنا جميعا. فلذلك ما أتمناه أن القضاء يقتنع بكل الدفوع التي قدمناها سواء حضور فيه أو باقي الزملاء قدمناها من أجل المدينة. لأن يعني الأستاذ زراج في تصريح يعني عقب يعني تأجيل الملفين بعد يوم كامل من التداول بالمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، يعني تنظروا التصريح بطبيعة الحال ويدا في اي بلاغ انه اساء الى الوحدة الترابية او الى المؤسسات الدولة في القانون. فلذلك نطلب من القضاء أن يرجع الأمور إلى نصابها وأن يتم إنصاف المديني. وشكرا لكم جميعا وموعدنا إن شاء الله يوم 12. احنا الآن يعني في انتظار الأستاذ زهراش باش أنه يقدم لنا تصريح بخصوص الموضوع، يعني باش أننا نقف على آخر المستجدات ما يخص محمد المديني. تفضل استاذ. يعني بعد يوم يعني ماراثوني استاذ من خلال المرافعات يعني الدفعات ويعني الاسئله اللي كان الهيئه الدفاع الاخرى للمطالب بالحق المدني اللي كانت ما تتوقفش من الاسئله على محمد المديمي واللي انتم يعني كنتوا واجهتوها بطبيعه الحال من خلال يعني اسئلتكم للموكل ديالكم، يعني كيفاش دز الاطوار ديال النصف اليوم الثاني من متابعه محمد المديني في الملفين؟ تفضلوا. اطوار ديال الجزء الثاني من المناقشه والترافع عرفت بعض التصادمات اللي استوجبت حضور نقيب الممارس لهيئه المحامين بمراكش السيد النقيب اللي هو نقيبنا جميعا، وطبيعة الحال بعد الحضور ديالو الكلمة التوجيهية استمرت الجلسة في إطار الاحترام المتبادل بين الزملاء، لأنه نقبائنا كلمتهم تعلى ولا يعلى عليها. نقبائنا هما المرجع، هما الركيزة ديال كل محامي ومحامية في المغرب، فبالتالي ما يمكنش الكلمة ديالهم تطيح الأرض وما يمكنش التوجيه ديالهم ما نعملوش به. وبطبيعة الحال استمرت المحاكمة في جو ديال الاحترام والتدافع القانوني في واحد المستوى عالي ما بين دفاع المطالبين بالحق المدني وما بين الدفاع ديالنا حنا. الجلسة الثانية أكد فيها المديمي على الموقف الثابت ديالو من الوحدة الترابية، أكد فيها على الاحترام ديالو للمؤسسات، أكد فيها على أن ديك التهمة مرفقة إليه، أكد على الخلفية على أن ديك التهمة هي منسوبة إليه من أجل إسكات صوته لدوره النبيل الذي يقوم به كمناضل وكرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في فضح الفساد والمفسدين. فلذلك أتمنى إن شاء الله من القضاء ديال محكمة الاستئناف ديال مدينة مراكش يرجع الأمور إلى نصابها وأن يزيل هذا الظلم الذي تسرب إلى قلب المديمي وإلى أسرة المديمي. شكرا لقناة شوف تي في، شكرا لكل وسائل الإعلام، شكرا للجالية وكل المساندين اللي ساندونا في هذه القضية. نعم استاذ، شنو سبب ديال التأجيل ديال الملفين؟ لا ماشي ما كاينش شي
لا ما كاينش تاخير، تاجيل تاخرت للمرافعه في الملفين معا. اولا طبيعي جدا، احنا بشر والحراره 40 والجلسه منذ الصباح الى الان، فإلا زيدنا نرفعوا كل واحد غير ساعه مشينا حتى لصبيحه الغد، فلذلك كان واحد التوافق ما بين الزملاء وبلغناه للمحكمه، والمحكمه مشكوره تجاوبت معه واستجابت له بالرغم من الاكراهات اللي عندها في الجلسات اللي ماجيه، ولكن الهيئه المقرره راعت الحقوق الدفاع باش نؤديو رسالتنا على احسن الوجوه وعلى احسن تدافع وفي احسن عمل اللي يساعدها للوصول الحقيقة القضائية. نعم يعني التاريخ، التاريخ ديال التأخير بالنسبة للميل في الأول تأخر للمرافعة الجلسة 12/7 والثاني 19/7. نعم كل يعني الطموح ديالكم أستاذ هو البراءة الموكل. شكرا لك أستاذ، شكرا. العموم ممكن ما تابعتوا معنا بطبيعة الحال المتتبعين من خلال هذا المباشر، ربي ينشد معهم. الان غادي نستقبلوا الام ديال محمد المديمي اللي ارتأت انه تقدم تصريح لقناه شوف تي في بعد جلسه ماراثونيه. خليك استاذ باش يكون حداك الاستاذ. استاذ زهراش اجي مشي وحده. اها واخا اخو زكريا ايوب هذه الشكل. العموم كما تابعتوا معنا متتبعينا، حنا في انتظار انه ان شاء الله انه نشد واحد التصريح بخصوص يعني الام ديال محمد المديمي. تنشوفوا بان الاستاذ هيني اللي مازال يعني باقي مواصل تصريحات بالنسبه يعني الاخوان يعني الزملاء في اطار كما سمعنا بانه تم تاخير الملفين في هذا الاطار هذا. استاذ خليك قريب منا، تفضل خلينا نستمعوا الام بالقرب. خلينا نصور السيد. تنشوفوا بانه يعني الناس اللي كانوا يعني مساندين متضامنين مع محمد المديمي في هذا الملف هذا كما تتابعوا معنا من خلال هذا المباشر. واللي تنتمنوا انه عمر تفضل استاذ تفضل. لا 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 والله الا بلاك بزاف بلا بلا نشدو. إذا العموم في انتظار متتبعي قناة شوف تي في التصريح من الأم محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان اللي كانت يعني بتقدم بتصريح خاص لقناة شوف تي في بعد أنه تم تأخير الملفين، سواء الملف اللي متابع فيه محمد المديمي وكذلك بخصوص يعني ملفين كل ملف على حده. احنا بازلنا تنتظروا بطبيعه الحال انه ناخذوا التصريح في هذا الاطار، وانه تنعرفوا بانهم يعني يوم 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 طويل. يعني مازلنا ننتظر واياكم يعني التصريح بخصوص يعني الام ديال محمد المديمي اللي هذه تجينا بتصريح في هذا الاطار هذا، وان بعد ما انه تم تاخير الملفين معا الى وقت لاحق يعني 12/7 بالاضافه الملف الاول الى يوم 12/7 بالاضافه الملف الثاني 19/7 بطبيعه الحال. وحنا مازلنا ويدا الله يخليك، حنا في المباشر تنتظروا. مازلنا تنتظروا واحد التصريح ديال الام ديالنا. شوف لا 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 خاصها ماشي مشكل. شوف اتفضل انا جاوب لقاء وحده ولا كنا في اصغر لا خليك انا شدها انا شدها. يعني بخصوص اليوم يعني كيفاش تشوف هذا التاخير ثاني من جديد بالنسبه للابن ديالك في هذا الملف هذا؟ اولا بعدا السلام عليكم وتنسلم على المشاهدين داخل ارض المغرب والساكنة ديال مراكش وخارج مراكش الاقاليم ديال مراكش والساكنة ديال المغرب جميعا والجالية المغربية اللي حضرات
حضرت بقوة في هذه الوقفة هذه، وقفة تضامنية مع محمد المديمي، ماشي وقفة احتجاجية كما قالوا، وقفة تضامنية مع محمد المديمي. كنشكرهم بزاف بزاف اللي المعاناة ديال الطريق والمعاناة ديال السفر، وجاو وقفوا معنا في هذه الوقفة هذه. وكنشكر هيئة الدفاع، كنشكرها بزاف بزاف بزاف. هذا واجب، هذا واجب. الدفاع كلها هي هي الدفاع كلها هي هي أستاذ زراج، أستاذ زراج والأساسيين كلهم نعمة من عند الله. سي محمد المديمي مرضين، متعوا الله بهذا الدفاع هذا. وكنشكركم كلكم، وكنشكركم على الحضور ديالكم، وكنشكر المحكمة ديال الاستئناف اللي كانت في واحد المستوى عالي عالي بزاف، وفرق كبير، فرق كبير اللي شفت النهار ديال اليوم. وتنتمنى من الله سبحانه الله هو يرفع لنا هذا الظلم هذا بركة خلاص. وسي محمد المديمي اللي كيسول عليه كيسلم عليكم، وفي صحة جيدة ومعنويات مرتفعة. أشكرتهم كل شيء، الناس كنشكرهم، ودائما فوق راسي ودائما في قلبنا. والله اللي مطلع عزاكم الله بخير، اللي معايا دابا واللي معايا في الخفاء هذاك راه خلاص راه كنعرفوا بان راه من الصباح ومن هاد كله من البحر بيتي الناس ما نعساش. ومعايا دابا كنشكرهم بزاف والله يخليهم لنا. والمغاربه الحرار هاكو يكون المغاربه، يعني ملي كيشوفوا الظلم ما كيقبلوش. المهم زادهم الله بخير، وشكرا لهم بزاف. وكنقول وقفه تضامنيه مع محمد المديمي. كنشكر المركز الوطني لحقوق الانسان بمراكش، وكنشكر الفرع الاقليمي بازفي، كنشكروا على المجهود ديالو اللي كيدير معنا وعلى المعاناه ديال الطريق. كنشكرهم بزاف، وكنشكركم نتوما الاعلام، وكنشكر اليوتيوبر كله، وكنشكر الصفحات كلهما، وكنشكر جميع المغاربه الاحرار. وشكرا لهم بزاف، وحتى اللي اسميتو عليه ماشي ما سميتو الله يهدي والله يرد به لطريق الخير. هادشي اللي كنقول اولاد. الله يسمعك، خبار الخير. الله يسمعك، خبار الخير يا ويد. الله يسمعك، خبار الخير. العموم اليوم متتبعي قناه شوف تي في، حنا امام محكمه الاستئناف بمدينه مراكش، وكما تابعتوا معنا منذ الصباح يعني الاطوار لمحاكمه محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان في ملفين منفصلين، يعني الاول بخصوص يعني كما سبق وذكرت انه الملف ديال الابتزاز. استاذ عيني، بخصوص الملفين يعني ملفين مختلفين اللي تم تأجيلهم، الأول نهار 12 يعني يوم 12/7، والثاني يوم يعني يوم 19/7 يعني للترافع كما أكد الأستاذ زارش، يعني للترافع لاستكمال الترافع بعد ما كانت يعني هنا الدفعات الشكلية بخصوص هذا الملفين. غادي نشوفوا الأستاذ شوف الاستاذ الهيني اللي كان حاضر للجلسه. استاذ دقيقه، الله يحفظك، دقيقه استاذ. مرحبا، انا في مباشر الان. تفضل استاذ. يعني اليوم يعني كان ماراثوني بالنسبه لكم، ربما تذكركم يعني بالمحكمه الابتدائيه. يعني اليوم سمعنا بانه كان تجاوب ما بين هيئه الدفاعين يعني بالنسبه للاسئله، يعني طرح الاسئله لكل طرف. يعني كيفاش جاك اليوم الجلسه اليوم اللي كان تبارك الله محمد المديمي يعني متالق في التجاوب؟ تفضل. اليوم الجلسه مرات في اجواء صحيه، الى استثنينا بعض الاستفزازات مع احد اعضاء الدفاع اللي ما كانش في المستوى، واللي حق الامر كتعبر غير على سوء الاخلاق عند البعض. وغنرتبوا المساطر القانونيه اللازمه في حق الشخص اللي قدم في واجهتنا بعض الاهانات، والمحضر راه يسجل كل شيء. فيما يتعلق بوقائع محاكمة اليوم، السي المديمي اليوم كان عنده استنطاق استماع ديال المحكمة في ملف ما يعرف بالتحريض على الوحدة الترابية. المديمي أجاب بكل تلقائية وهدوء وبتناسق وبشرف وضمير أنه رجل وطني ملكي متشبث بالوحدة الترابية للوطن، ويحترم الجيش الوطني اللي كان الجد ديالو والأب ديالو كانوا جنود، وهو اشتغل في القصر الملكي اكثر من 14 سنه في جميع قصور المملكه. هذا رجل عبر بصدق عن وطنيته، عن ما عاناه من ويلات الظلم. المديمي اليوم في السجن بسبب تلك المسوده المشؤومه اللي قال المحكمه انه زورها المسمى هرواك، انتقاما من الشكايات اللي قدمها ضده وضد عصابه حمزه مومبيبي.
المديمي عطى مجموعه اليوم ديال الشواهد وديال الاثباتات والدلائل على انه لم يقم هذيك المسوده امتدت اليها ايادي التغيير والتحريف والتزوير من طرف واحد الجمعيات جمعيات تحترف النصب والتزوير والتدليس. هذه جمعيات مشكوك في الوطنيه ديالها. الناس اللي قدموا الشكايات اغلبهم موضوع متابعات بالاحتيال والنصب وهم امام القضاء معتقلين بعض منهم معتقل. والمديمي قال للمحكمه اصدرت 18 تقرير هذه المسوده 19 كيف ان 18 تقرير كلها وطنيه كلها تشبث بالمؤسسات وبدون الحق والقانون ويجي المديمي اليوم اللي ما عنده حتى شي تصريح ضد الوحده الترابيه تصريح ضد المؤسسات تصريح ضد دور الحق والقانون. واش هاد الجمعيات اللقيطه هاد الجمعيات اللي ارتكبت جريمه واش بغات تقوم مقام اجهزه الامن؟ الحمد لله عندنا اجهزه الامن قويه ومواطنه كان هي اللي تكشف هذه الجريمه لو تمت مما يدل على ان هذا الملف هذا مفبرك ومزور. ارادوا ادلال المديمي لكن الله اعزاه جاوب بكل تلقائيه وضمير ونفى الجريمه عليه وما كاين حتى شي وسيله اثبات على انه هو اللي كتب ذاك التقرير. بالعكس مشاو دخلوا مجموعات الواتساب وغيروا وحتى هادو اللي غيروا اصابهم بعد البلاده. تصور معايا في باب البيئه كيهضروا على الوحده الترابيه للمملكه، ما علاقه البيئه بالوحده الترابيه للمملكه؟ بعض في بعض الفقرات كيقولوا الداخله وبعض الفقرات الداخله المحتله، كيفاش؟ راه اللي تيقول الداخله المحتله يقولها دائما. يعني اربعه ديال الجمعيات اربعه ديال التقارير ما اتفقوش على التزوير. ونعطيكم مثال، انا قلت للمحكمه اذا بطل اذا ظهر السبب بطل العجب. شكون اللي دار لك الراي العام كنقول لهم؟ شكون اللي كشف هذه المسوده؟ هذا واحد المسمى هرواك زعيم واحد العصابه اجراميه في هذه المدينه هذه اللي كانت تابعات وتحكمات وكان المديمي اللي دار به الشكايه. هذا السيد هذا هو اللي مشى دار معاينه المفوضه القضائيه وانسحب. ومن درتي المعاينه؟ بان في الصوره باش كيبان لك. والحمد لله وصلنا اقتناع صميمي وحاول هو يقنع المحكمه وتحنا حاولنا نقنعوا المحكمه على ان هذا الملف راه مفبرك ومدلس ومختلق. والمديمي بين على انه وطني ملكي حتى النخاع. وبالله عليكم واش كاين شي واحد غيخون الوطن والاجهزه الامنيه ما دير عليه تقرير؟ ما عنده حتى شي تقرير الاجهزه الامنيه. الكل يشيد بوطنيته وبصدقه. هادو رموز الفساد رموز هضر المال العام هما اللي قدموا بهذه الشكايه. ولكن المديمي قدر له ان يعيش على هذا الظلم وسينتصر ان شاء الله. طالبتوا السد بحضور المكتب التنفيذي وكذلك طالبنا طالبت شخصيا والشخص اللي طالبنا بحضور اعضاء المكتب التنفيذي للاستماع اليهم فيما يتعلق هذا الموضوع لان اعضاء المكتب التنفيذي كلهم كيبرؤوا المديمي. وطالبنا حتى بخبره على مجموعه الواتساب باش نبينوا للمحكمه وطالبنا بخبره على صفحه الفيسبوك اللي زوروها على المديمي ومؤخرا سحبوها مما يدل دلالة أكيدة على ان المديمي بريء براءة دم يوسف وان هذه الجريمه هذه هما بغاو يمسوا بالوحده الترابيه ديال الوطن وبغاو يمسوا به ولكن في الحقيقه مسوا بانفسهم هما الخوانه هما الوطنيين. والمديمي وطني وشريف وسيبقى مناضلا كبيرا. شكرا لك استاذ لعين. شكرا شكرا على التصريح. اذا على العموم متتبعينا كما استمعتوا وتابعتوا معنا بطبيعه الحال متتبعي قناه شوف تي في من خلال المباشر، حنا اليوم للتاكيد حنا امام محكمه الاستئناف في مدينه مراكش لمتابعه اطوار محاكمه محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان في ملفين منفصلين، الاول بخصوص يعني الملف الاول ديال الابتزاز اللي كان تحكم بسنتين وشهرين حبسا نافذا بالاضافه للتقرير السنوي واللي كان يعني امام المحكمه يعني الابتدائيه واللي تابعنا اطوار ديالو حتى الساعات متاخره من الليل وتم الحكم عليه يعني باربع سنوات سجنا نافذا كما هو معلوم متتبعنا. اليوم يعني تم تاخير الملفين الى التاريخين يعني 12/7 و19/7 للترافع بعد ما انه كان اليوم جلسه ديال الاستنطاق واللي طلب من خلالها هيئه الدفاع محمد المديمي حضور يعني الاعضاء ديال المجلس الوطني يعني عفوا لحضور اعضاء المركز الوطني لحقوق الانسان يعني المكتب ديال المركز الوطني لحقوق الانسان بالاضافه
يعني فتح تحقيق في الناس، يعني الاشخاص اللي سربوا مجموعه ديال المعطيات عبر تقنيه الواتساب او يعني تقنيه الفيسبوك. يعني ربما انه هذا الملف ديال محمد المديمي او متابعه محمد المديمي ستجود بمستجدات جديده في المستقبل، خصوصا انه تطورات جديده بدات تظهر في السطح، انه معطيات جديده بدات يعني تتنقشع كل من جلسه الى اخرى، وربما انه هذه تبين توضح امور جديده في هذا الملف. ما بقى لي الا نشكركم، شكرا لكم متتابعينا وتحياتي لكم في الا يوم الجلسه او يوم يعني الجديده عفوا يوم الجلسه الجديده في متابعه محمد المديمي. ما بقى لي نشكركم، تحياتي لكم من امام محكمه الاستئناف بمدينه مراكش، شكرا على المتابعه.